السلام عليكم، أسعد الله أيامكم. عندي هذا الحوض، قمت بزراعة ست الحسن بهذا الشكل فيه، وعملت عليه سياج بالشبك الزراعي حتى تقوم ست الحسن بالتسلق عليه، وبالتالي يصبح مثل الحاجز أو البارتشن أو لتغطية أي شيء وراءه، فممكن أنقله لاحقا إذا امتلأ وأضعه في منطقة أحب أن أستر ما وراها، أن أغطي ما وراها. فالفكرة هذه أعجبتني، شفتها في جوجل أثناء البحث وأعجبتني الفكرة وحبيت أنفذها، فسأشرح لكم طريقة تنفيذها. فعندي هنا حوض وضعت فيه خليط من التربة، عبارة عن بيتموس وبرلايت ورمل والقليل من السماد العضوي في الأسفل. السماد العضوي وضعته في الأسفل، ما خلطته مع التربة في الأسفل، ثم وضعت في الأعلى البتموس والبرلايت وقليل من الرمل، تربة مخلوطة، وقمت بتبليلها بالماء وأصبحت جاهزة للاستخدام. وعندي هنا شتلتين من نبات ست الحسن، سبقا كاثرتها من عندي الشتلة الأم وأصبحت جاهزة لأن أنقلها في الحوض. سأزرع شتلتين، واحدة في المنطقة هذه والثانية في المنطقة الأخرى حتى أوزع الشتلات. الآن بعد ما زرعت الشتلتين في مكانهم أبحث عن الأغصان الميتة وتخلص منها حتى أحفز النبتة على النمو. بعد زراعة الشتلات أرويها روية سقية غزيرة حتى أتأكد أن التربة هبطت وخرج الهواء. نحتاج أوتاد مثل هذه، ثبتها على الأركان، أربع أوتاد نثبتها على أربع الأركان في الحوض. نثبت الوتد الأول، ثبتت الأربع الأوتاد في الحوض. الآن أقوم بلف الشبك الزراعي على الحوض. الشبك الزراعي عادة يباع في المحلات الزراعية بهذا الشكل، وفي أنواع، لكن هذا جيد لأنه لين، ممكن نكيفه أو نلفه بالطريقة التي نحب. نقيس حجم الحوض و نقص الجزء الذي نحتاجه والزائد نرفعه. أنا أخذته من ساكو ويباع لفات مثل هذه اللي هو خاص للمتسلقات. ألفه على الحوض أشوف المقاس وبعدها أقص الذي أحتاجه والزائد نتخلص منه إلى وقت الحاجة. بعد ما قمت بلف الشبك على الأوتاد الأربعة، هذا وتد وهذا وتد وهذا وتد وهذا وتد، لفيتها على الأوتاد الأربعة، قمت بتثبيتها بربطها بالأوتاد وشبكها مع بعض. النهاية أخذت خيوط وربطتها، ممكن نربطها بأسلاك بأي شيء متوفر عندنا، وأيضا ربطت حتى من هنا لتثبيتها ومن كل الجهات حاولت أثبتها حتى يثبت الشبك على الأوتاد الأربعة. ممكن أزيد شبك زيادة حتى أغطي المساحة هذه، مساحة الأوتاد، لأن الأوتاد عندي أنا مرتفعة هنا، ممكن لم أجد مقاس صغير، لكن ممكن تبحثون عن مقاس أصغر أو أنكم تزيدون
شبك أيضا هنا وتثبتونه تربطونه في المنطقة هذه حتى يكون الحاجز طويل. يعني أنت ممكن تتحكمون في طول الحاجز حسب طول الأوتاد والشبك، فممكن يكون أعلى ممكن يكون أوطى حسب احتياجكم. مثل هذا عملته من قبل، ولاحظوا الآن هو ارتفاع الأوتاد ليس بطويل على مقاس الشبك، وبدأت ست الحسن تتسلق. ميزة ست الحسن، يعني لماذا نصحت بست الحسن؟ لأن هي بنفسها سوف تقوم بالالتفاف على الشبك ما بدون الحاجة إلى تدخلنا. لو زرعتوا مثلا ياسمين أحمر، جهنمية، ظرف الماعز، هذه تحتاج أن نحن بأنفسنا نقوم بلفة على الشبك، وهذا صعب لأنها تحيط بالحوض. لكن ست الحسن هي من نفسها تقوم باللف على الشبك كما تلاحظون هنا، هي طبيعتها أنها تقوم بالالتفاف على أي شيء قريب منها. فلاحظوا هنا بدأت ترتفع في الشبك، مع الوقت سيكون في كثافة ويكون شكلها جدا جميل، وممكن تكون حاجز تغطي أي شيء أنت تحبون، وحتى بدون تغطية هي شكلها جميل. هذه ميزة ست الحسن، أنه لا يحتاج تدخلنا، هو من نفسه يقوم بالالتفاف على الشبك. ممكن نسقي بهذه الطريقة، نسقي الحوض. إذا مثل ما قلت، إذا حبيت يكون الحاجز أطول الأوتاد يجب أن تكون أطول ونثبت عليها الشبك. وبهذا نكون حصلنا على عمل جميل في حركة جديدة، وأيضا ممكن يكون ساتر إلى شيء ما يعني نحب نغطيه ويكون متحرك، ساتر متحرك بنباتات شكلها جميل. ست الحسن نبات جميل، له زهرة بنفسجية جميلة، فيعني كنت أتمنى أن يكون قد طالت النبتة ويظهر لكم جمال الحاجز. أتمنى أن يكون أفدتكم ويكون الفيديو أعجبكم، ولا تنسون تضعوا لي لايك وتشتركون في القناة.